سمعت حديثا من إمام المسجد يذكر فيه بعض الأخطاء التي يقع فيها بعض المصلين، ومنها قولهم رب اغفر لي ولوالدي بين السجدتين، حيث قال إنه لا يجوز الدعاء للوالدين، وأن على المصلي أن يقول رب اغفر لي فقط ويكتفي بذلك. هل ما جاء على لسان ذلكم الإمام صحيح؟ وهل ما ذكر في ذلكم الكتاب الذي قرأ فيه صحيح؟ جزاكم الله خيرا. هذا غير صحيح. للمسلم أن يدعو في صلاته لنفسه ولوالديه ولإخوانه المسلمين، وهذا موجود في القرآن. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، رب اغفر لي ولوالدي كما قال نوح عليه الصلاة والسلام. فالدعاء للنفس وللوالدين وللمسلمين هذا مشروع ولا حجر في ذلك، ولا دليل على المنع، لا دليل على المنع من الدعاء للوالدين في صلاة الفريضة. نعم.